السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرحبا. In this lesson, we're going to advance our ordinal numbers from 13th all the way to 31st. 13th, الثالثة عشرة. الثالثة عشرة. 14th, الرابعة عشرة. الرابعة عشرة. 15th, الخامسة عشرة. الخامسة عشرة. 16th, السادسة عشرة. السادسة عشرة. 17th, السابعة عشرة. السابعة عشرة. 18th, الثامنة عشرة. الثامنة عشرة. 19th, التاسعة عشرة. التاسعة عشرة. 20th, العشرون. 21st, الحادي والعشرون. 22nd, الثاني والعشرون. 23rd, الثالث والعشرون. 24th, الرابع والعشرون. 25th, الخامس والعشرون. 26th, السادس والعشرون. 27th, السابع والعشرون. 28th, الثامن والعشرون. 29th, التاسع والعشرون. 30th, الثلاثون. الثلاثون. And then 31st, الحادي والثلاثون. So what we're doing here is, once you reach 29th and then 30th, if you want to now count 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, and so on, you just need to change والعشرون and put والثلاثون in its place. The same thing when you want to count 40, you remove عشرون, you put والأربعون. And والخمسون, that's 50. والستون, that's 60. والسبعون, that's 70th. والثمانون, that 80. And then والتسعون, and that is 90th. So it is very essential that you master the base, and then the rest becomes very, very easy indeed. One more reading for you. 13th, الثالثة عشرة. 14th, الرابعة عشرة. 15th, الخامسة عشرة. 16th, السادسة عشرة. 17th, السابعة عشرة. 18th, الثامنة عشرة. 19th, التاسعة عشرة. 20th, العشرون. 21st, الحادي والعشرون. 22nd, الثاني والعشرون. 23rd, الثالث والعشرون. 24th, الرابع والعشرون. 25th, الخامس والعشرون. 26th, السادس والعشرون. 27th, السابع والعشرون. 28th, الثامن والعشرون. 29th, التاسع والعشرون. 30th, الثلاثون. And then 31st, الحادي والثلاثون.